اي اغراض؟ يعني اياد راضي هو فنان يعني عراقي بامتياز، يجيد صراحة الأدوار الكوميدية والأدوار التراجيدية، فإنه يعني صراحة من الفنانين الأقلية اللي موجودين بالعراق، هم فنانين متكاملين بامتياز ولهم كل الاحترام والتقدير، فمتابعتي قليلة يعني بحقه صراحة، لأن هذا الإنسان رمز، رمز فني عراقي. ليش الفنان الكوميدي الوحيد العراقي اللي متابعه هو اياد رابي؟ بالحسابات اللي انت متابعها. اي صحيح. شنو السبب؟ مو قلت لك انه الانسان عنده ميزات ما موجوده بباقي الفنانين العراقيين، فانه من وجهه نظري اني صراحه، يمكن اكو غيري يختلف الراي. كل واحد اكيد له وجهه نظر، بس انت من وجهه تعتقد نظري انه الفنان اياد راضي من الشخصيات اللي انت تاثرت فيها وتحبها يعني تحب اي اكيد أداها. اكيد اكيد اكيد. شنو توجه له رساله اذا كان دا يسمعك الان؟ صراحه اقول انه الله يوفقه ان شاء الله، و يعني الادوار اللي جايه يقوم بها كلها ادوار متميزه، اختياراته صح. قبل ما اطلع من الصوره، تتمنى انه يوم من الايام تدخل بعمل والبطوله اياد راضي؟ اكيد هذا يمكن حلم هواي ناس واني من ضمنهم، فاكيد اتمنى انه ادخل بعمل بطوله الاستاذ الفنان الكبير اياد راضي. ان شاء الله يوصل هذا الفيديو، ان شاء الله يسمعك ان شاء الله. نشوف الصوره اللي بعدها اللي راح يعلق عليها ايضا جعفر الامير.